إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم دليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. أيها الأحباب، ومع أفياء القرآن ومع سورة من أعظم سور القرآن، عندما وصف الله جل وعلا المفلحين وعندما ذكر بعض أوصافهم وذكر أن هذه الصفات تنطبق على الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهل تعتقدون أن ثمن الجنة أن ثمنها رخيص؟ لا بد لمن أراد الجنة وأن يرث الجنة أن يعيش في الدنيا مصارعا لهواه ومخالفا لهواه، وخلاف ومخالفة الهوى أيها الأخيار بوابة لكل عز في الدنيا والآخرة. ولذلك من نهى نفسه عن هواها ارتقى في معالي الأمور. ونحن اليوم بعد أن ذكر الحق جل وعلا أولئك الذين خشعوا في صلاتهم، ثم الذين أعرضوا عن اللغو، ثم الذين بذلوا أموالهم زكاة لأنفسهم أو أنهم زكوا أنفسهم بالأخلاق الفاضلة، يأتي وصف جميل آخر من صفات المفلحين، والذين هم، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الفرج يطلق على كل سوءة مغلظة من الآدمي، فكشف السوءة هذه كشفها أو لقاؤها مع سوءة أخرى لا تحل ولا تجوز ولا تسوق، إنها موبقة من الموبقات، وانتكاس في الفطرة، ورجوع القهقرى عن الإيمان، وانصداع لعدالة الإنسان. ولذلك الفرج عندما يذكر الله أن حفظه من أسباب دخول الجنة، تعلم بعد ذلك لماذا الشيطان يشغل الإنسان بأن يعبث بفرجه أو أن يوجه شهوته إلى موارد الهلكة، فيفتح له أبواب الحرام ويسهلها وييسرها، ويقول الناس مهو بدارين ولا حولك أحد وربك غفور افعل ما شئت، وييسر ذلك. ونحن في زمن كشف العورات ودنو الشهوات بات قريبا من كل أحد، حتى أن بعضنا ليس بينه وبين الوصول إلى انكشاف عورة غيره ليراها إلا أنامل تعبث على شاشة جوال. وحفظ الفرج يشمل أمرين: الأمر الأول ستر عورة الإنسان، ثم عدم نظره إلى كل عورة مهما كانت. ولذلك قال الحبيب: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، حتى الميت له عورة يجب أن تحفظ كيف وقد مات. نعم، لأنها حدود الله، ولأن العبد ما دام يحترم حد الله فلا يقربه ولا ينتهكه عاش سليما في الدنيا وفي الآخرة من الوارثين. ولما كانت الجنة نعيمها أو من أعظم نعيمها أن تصل إلى حور العين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الكواعب الأتراب التي تتعرب لزوجها العروب، التي تتذلل له وتتودد، بما أن أعظم الجمال في الدنيا امرأة صالحة والدين يكمل مع امرأة صالحة، كان جائزة من حفظ فرجه على زوجة أو ملك يمين
وما حل إزاره على حرام جائزته أن ينعم بحور العين كما أنه نعم بحور الطين في الدنيا. والذين هم لفروجهم حافظون ومن أكبر أسباب الانتكاسات هذه الأزمان أن الشيطان بات يشغل الناس بفك وكاء الحياء وبحل الأزر. وكيف ينحل إزار الإنسان؟ عندما يطلق الرجل أو المرأة العين على الحرام، والعين بوابة القلب، والقلب هو مركز الأمر للفرج أن يصدق أو لا يصدق، أن يوقع أو لا يوقع. ولذلك من قرب من الحرام وقع فيه، وتجد أن الحق جل وعلا وهو يربي عباده جل وعلا يربيهم على حفظ الفروج وحفظ العورات، وأن لا يحل وكاء إلا إن كان حلالا، وأن لا يرخي سترا، وأن لا يغلق بابا. قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا. لو قال لا تزنوا محطة الوصول الإنسان إلى الزنا سكر جديد. والإنسان إذا خلى بالمحارم وليس لديه زمام من دين يحصل يصاب بسكر، سكر، وهذا السكر أعظم من سكر الخمر، إنه يطيش عقله، إنه يتيه في حياتي وفي سراديب الغواية. وكم من امرأة بغي قالت لرجل هيت لك هيت لك، فما قال معاذ الله كما قال الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه جرى خلف الشهوة التي صار بعدها عبد. بل نحن في زمن الشيطان اتهج طريقين: الطريق الأول في كسر العورات أو في انتهاك العورات أنه سمى التعري لباسا، مع أن أول خطوات الشيطان لأبينا آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام عندما وسوس لهما ليأكلا من الشجرة كان الهدف ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. واليوم العورات تسمى موضة، العورات كشفها تسمى موديل، واللي تستر وجهها أو تصدر جسمها في زواج تسمى قروية متخلفة ما تعرف للموضة، مسكينة، هذه مسكينة. لاحظ إن كمها يستر إلى معصمها، لاحظ ما طلعت صدرها ولا بعض ظهرها ولا نصف ساقها، وما لبست القصير من الأمام، وبعضهن تلبس اللاصق، فتقول هذه موضة العام، هذه موضة الشيطان من العام واليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما الشيطان أراد أن تكشف العورات حتى تبدو الفروج، تصور شاب ينظر إلى عورة في جوال، ماذا يفعل؟ يأتيه السعار، سعار الشهوة، فيخرج يبحث، إما وجد سافر. ما تلاحظون بعض المطارات امتلأت في الإجازات، هل كلهم قد ذهبوا للدعوة إلى الله؟ كلهم ذهبوا لتوزيع الكتاب والشريط الإسلامي؟ هم كلهم ذاهبين يدورون الهواء بالممدودة، أو أن بعضهم يريد الهواء بالمقصورة؟ وما ذاك إلا لما انكشفت العورة هنا ما استطاع أن يحفظ فرجه. ولذلك أيها الأحباب نحن في زمن تفتشت فيه العورات، حتى صار بعضنا تسأله كم رأيت امرأة لا يحل لك أن تراها ولو وجهها بس؟ تقدر تعد كم واحدة تقرأ الأخبار، وكم مضيفة في الطيران، وكم ممرضة في المستوصفات، وكم فتاة غلاف، وكم جاك في مقطع في فيديو، سواء في مقطع في الواتس أو تويتر أو غيره، كم وكم وكم. هذه المجموعة من النظرات التي وصفها القرآن بالخيانة، يعلم خائنة الأعين. هذه الخيانات إذا تجمعت انفك وانفلت وكاء الفرج ولم يستطع العبد أن يحفظه. ولذلك أيها الأحباب من أكبر وسائل الشيطان، بل من أكبر أسباب الانتكاسات في زمننا هذا، وأن بعض الناس ودعوا حياة الطهر، ودعوا حياة الإيمان، ودعوا حياة الخوف من الرحمن، ودعوا دمعة السر، وصاروا يختفون في السر بنظرات خائنة سببها من كشف من ستر
من عورات كانت مستورة، حتى صار بعض أطفال هو ما يدري داخل بيشوف له لعبة كرتونية عبر اليوتيوب يبي يحمل لعبة، إذا به الصور تتراقص على يمينه والمعصوم من عصمه الله. ولذلك بعضهم مسكين صغير نقرها فدخل ثم نقر فدخل، فإذا هو قد ارتكس في الأوحال إلى من أخمصه إلى رأسه، وبدأ يتلفت وبدأ مشدوه وبدأ زائغ العقل والذهن والعين ويكثر السرحان. ما تلاحظون الصغار بدأوا يسرحون واجد، بعضهم لم يستطع أن يترجم ما رأى، والطامهن بعض الصغار لما رأى الفحش موجود في النت، جاء واحد أكبر منه بسنة أبو رابع يقول له أبو خامس هذا الكلام الوصف يتسوونه بابا وماما ترى كلهم خربانين، فيحكم على المجتمع بالفساد كله. صغير لا يستطيع أن يترجم ولا يدري ما الشهوة ولا مصارفها ولا يدري إلا على قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هو لا يعرف زوجة ولا ملك يمين. لذا أحبابي عندما نتكلم عن الصفة العظيمة صفة حفظ الفرج هذه الأزمان، فإننا نعني ستر العورات ألا تراها، ثم حفظ وكاء الفرج ألا يحل إلا كما ورد في الكتاب ربي إلا على الزوجة أو ملك اليمين. ومع هذه الآية وقفات، عندما قال الله واصفا عباده المتقين والذين هم لفروجهم حافظون، لاحظ كلمة حافظون إنها أمانة، إن فرج الإنسان أمانة، ولذلك الله جملنا باللباس. والعجيب أن الشيطان يجمل العرات، وهل رأيتم عار وهو جميل؟ إذا كان من السلف من كان لا يرى عورة نفسه، حتى قيل أن بعضهم يغتسل قاعدا ما يقوم، وأذكر شيبان وعجائز يذكرون عنهم من حيائهم من الله، يجلس القرفصاء ثم يستتر فيغتسل بسرعة حياء من الله. حتى قيل أن أحد أسباب أن بعض الصحابة لماذا قيل أو وصف بكرم الله وجهه، وهذه يجوز وصف جميع الصحابة بها كعلي وعثمان رضي الله عنهم، إنه لا يرى عورته، بل بعضهم ما مس بيمينه، وهذا من تمام الآداب، ما مس بيمينه فرجه من الحياء، فكيف إذن بمن يرى عورة غيره؟ أسأل الله العافية والسلامة. وهي سوءة، الله أنزل لنا اللباس يواري سوءاتنا، هي سوءة. ولذلك كان آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة حياء من الله ذي المنة ألا يراهم على هذه الهيئة. لذا أيها الأحباب، سر حفظ الفرج مسؤولية العبد بينه وبين ربه، لا هو ينظر إليه ولا هو ينظر إلى غيره. والتربية في البيوت على حفظ العورات في هذه الأزمان باتت واجبة. أنا لا أريد أن أقلقكم، لكن أتدرون أن يوجد في مواقع التحقيق في بلادنا أو بلاد غيرنا، هناك مواقع تحقق في فروج أكرمكم الله بدت للمحارم فوقعوا عليها، ولذلك زين المحارم الذي يسمع عنه انفلات أخلاقي بل انتكاس في الفطرة، الفطرة السليمة لا تميل، لماذا مالت؟ لما انكشف الستر وأدمن الناظر للعورة مكشوفة، وعزز الشيطان هذا بوقود ومعين النظر الخائن، هنا تحركت شهوات حركها الشيطان. أما تلاحظ أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يأمرنا ماذا؟ قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم لعشر، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أخو مع أخته، نعم أخو مع أخته، أضع هذا في فراش وهذا في فراش، نعم أحاول إذا كبرت البنت صار عمرها سبع أو ست أن أضعها في غرفة تختلف عن غرفة الذكور، نعم قد تنفت تنكشف وهي نائمة، وقد يكون وقد تقع المصيبة، ولا أريد أن أسود الليالي في عيوننا ولا أن نكسر الحياء، لكن أقول ما نهى عليه الصلاة والسلام.
أن يجتمع في فراش واحد ولحاف واحد إخوة خرجوا من رحم واحد، إلا لأن الحبيب يخشى على أمته من انتكاس الفطرة يوم أن تبدو السوءات ويوم أن تنكشف اللحف. وبعضنا في البيت الآن لباس البنات بنطلون استريتش ضيق، وبعض النساء بنت في الثانوي تلبس قميص ليس تحته شيء وهو صفيق شفاف، ويقول يا شيخ أخته. يا حبيبنا تقوله لي أنا ماني بالشيطان، قله لإبليس الله يجزاك خير. الشيطان هو الذي يحرك الشهوات الكامنة في النفوس ويحركها حتى تنقلب الفطرة. نعم، أمان لسنا في زمن انقلبت الفطرة، في أحد يقتل أمه؟ أحد يقتل أمه حلوة اللبن؟ سمعنا من قتلها وسمعنا من فعل الأفاعيل. لذا أيها الأحباب، نحن في زمن نخشى أن تضيع أمانة حفظ الفرج، وإذا ضاعت أمانة حفظ الفرج فكبر على الأمة كلها السلام أو كبر أربعا فقد ماتت. لأن الوكاء اللي هو الرباط الأخلاقي إذا مربوطها الأمة والبيوت في حياء والعورة يغض النظر عنها، واللي ما يحل إلا أنظر إليه، بل وعورتي لا أحد النظر إليها، عائشة تقول وهي التي أحيانا تغتسل مع رسول الله ما رأيت منه وما رأى مني. حياء جميل. وبعضهم وقد ورد النهي حتى بين الزوجين أن يتجردا دون لحاف، لماذا؟ فيه مستوى من الخلق والآداب والحياء. تبدأ مع أنها حلال، لو رأى حلال، لأن الله يقول إلا على أزواجهم، وعند قول الحق إلا على أزواجهم بعد أن أمر بحفظ الفرج أو ما ملكت أيمانهم، هذه الآية أغلقت كل طريق لإخراج الشهوة أو رؤية عورة غيرك إلا عبر طريقين لا ثالث لهما. لا ثالث لهما، هو أن تكون زوجة بعقد شرعي أو أن تكون أمة بملك يمين شرعي. عجيب. وملك اليمين كما تعلمون أنه غير موجود هذه الأزمان، لأن ملك اليمين لا يكون في الأمة إلا إذا رفع راية الجهاد لقتال أعداء كفار. نعم، فمن وقع من نسائهم فهن سبي، وما وقع من رجالهم فهم أرقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يقام سوق للإسرائيليات في الرياض نبيع فيهن في عز الإسلام ونصلي في المسجد الأقصى. قولوا آمين. آمين. اليهود الذين هم حرب على الأمة، وأن يرفع راية التوحيد وأن يجعل رافعها سلمان العزم والحزم، اللهم آمين. أعود فأقول إذن أيها الأحباب، ما فيه طريق لإخراج الشهوة إلا الزواج، ولذلك ما يحتاج أستدلك على وقائع هذا حرام وهذا حرام وإياك هذا وهذا لا يحل. لماذا؟ لأن الله حصر الحلال في كشف العورة ونظر الإنسان لها حلا غير عورته إلا على الزوجات أو ملك اليمين. ملك اليمين أن تدخل المرأة بالشراء، وملك والمرأة بالزواج أن تدخل في ذمتك بكلمة الله بالعقد. ما سوى ذلك فهو محرم. ما سوى ذلك فهو محرم. وقفة. انتشر في هذه الأزمان زواجات هي كلها ليست من حفظ الفروج، بل وربي من فضيحة الفروج. يحل بعضهم إزارة على زواج ناقص الأركان. زواج، نذكر مثال، بعض زواجات المسفار، ما عرفت المسفار إلا تالي، وليست المسيار، المسيار بنجيه بعد شوي، لكن المسفار يسافر ويحجز عودة عقب 7 أيام ويتزوج. قال إيش؟ قال زوجة يا شيخ حلال. وين متزوجها؟ من مكتب عقار. الله، نفس اللي أجرها الشقة أعطاها الحرمة، اللهم صل على محمد. ثم لما خرج قال إنها حنفية وأبو حنيفة لا يشترط الولي، صعبون الفقه أنتوا. ثم صار من اللي ما شاء الله شهد على زواجه الخادمة والسواق، الله يعظم أجرك يا شيخ. ثم بعد ذلك قال هذا زواج، الحمد لله الذي جنبنا الفاحشة، وربي إنك تخوض في الفاحشة إلى أذنيك. إنه زواج المتعة، إنه زواج المتعة، الزواج المحدد، حاجز عودة. قال لي والله ويا الله لقيت حجز عودة. حجز العودة معناه أن زواجك يوم السبت والرجعة يوم الجمعة، هذا زواج المتعة المحرم. فمن انفلات الناس في حفظ فروجهم تساهلهم في عقود مزيفة وعقود غير شرعية، وبعضهم
الزواج بنية الطلاق ثم يعلن بيده. سماحة الشيخ الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى بجوازه. الشيخ أفتاه، هل هو أفتى فتوى عامة أو فتوى خاصة؟ اتصل عليه مبتعث جالس 3 سنين 4 سنوات والفتن بين يديه، والدرس واحدة لابسة تنورة ولابسة من دون هدوم، وفتنته وخشية على نفسه. فقال يا شيخ أتزوج كتابية عل الله أن يحصنني، فإن أسلمت فلربما أجمعها مع أهلي. أباح له ذلك، صارت هذه ما شاء الله. ولن عرف الشيخ ابن باز إلا فيها الفتوى، ترى بعضهم محفظا لهذه، وتلقاه لأنها وافقت هواه، مع أنه لو سأل طلاب الشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ الآن لقال هذا الزواج اللي بنية الطلاق اللي أصله مؤقت واللي أصله عبث، فورا يقول لا يجوز، لأن الأصل في الزواج الاستدامة. ومن المرأة، من المرأة اللي تقول لها أنا بأخذ 3 أسابيع وانطلقت، لا تقبل امرأة إلا أن تكون كرسي حلاقة، هذا يقوم وهذا يجلس، وإلا وربي ما توافق امرأة عاقلة أن تكون فراشا بالأجرة المؤقت. لذا الإسلام عندما قال احفظ الفرج، نحن في زمن كثرت فيه النكاحات، نكاح المحلل التيس، مع احترامنا لكل تيس مندي، لأن هذا أقل من التيس، واحد مطلق واحدة 3 طلقات ومهموم في الاستراحة، حتى ما شرب وفلان قال والله راحت أم فلان 3 طلقات والمفتي عليه يرجعها، قال ابشر بعزك، وش عندك؟ عنده فزعة من نوع آخر، ها؟ مو بيطلعه من تغريزة طالعه من بطين، لا، بيطلعه من الحل إلى الحرمة، ثم يعقد عليها. وترى يا أخي الوعد 3 أيام لا تطول، ها؟ لأني والله مشتاق، ويوافق هذا التيس والتيس الآخر على أن يحللها له. نكاح باطل، نكاح لو جبت 35 شاهد و20 مأذون باطل، وحل الإزار عليه محرم. من النكاحات الموجودة الشغار، وهو أن يشغر النكاح من المهر، زوجني أختك وزوجك أختي، قال طيب تم، زوجتك لطيفة قال زوجتك حصة، طيب والمهر قال خلاص راس براس الله يجزاك خير، ليه يبيع دداس ولا هيلكسات الله يجزاك خير؟ هذه امرأة، والصداق لها، الصداق لها ليس لك، هما أخذاك الله يحفظك هما أخذها هي. ولذلك لا يحل لك أن تتزوجها إلا بمهر، فإذا شغر العقد من المهر صار العقد باطلا، إن حل إزاره فلم يحفظ فرجه، بل هو إلى النكاح الفاسد أقرب. إذن هناك أيها الأحباب، حتى نكاحات الآن أنا لا أقول بحرمتها، لكنها شبيهة بالمتعة، أو شبيهة بمن كان نية الطلاق يتزوج بنت المسلمين وهو عارف أنه ما هو بقادر يعلن. لماذا لا يعلن المسيرين المسيرون هؤلاء؟ ليه ما تعلنون؟ ولماذا لا ترضون الإعلان ولا ترضون المرأة أن تنجب؟ خلك عن الليلة، طاحت الليلة، طاح المهر، باقي لماذا لا تعلن؟ لماذا لا تعلن نكاحك؟ ولماذا لا تريد منها الولد؟ فإذا علمت الأولى أنها متزوج أعلنت، أرجو أول صاروخ يجيه عند الباب، اقلب وجهك، طلقها وتعال على طول، ما يحتاج أطلقها عدد شعر راسي بس دخليني ما شاء الله، بما أنك جبان ومنزوع الدسم فلماذا تورط المسلمين وتأخذ بنات المسلمين؟ ولذلك بعض النساء قالت أردنا الحصان وأردنا العفاف وأردنا الذرية وأردنا الإنجاب، فوجدنا رجلا ها ما أخذها إلا ليلعب. وهي أحبابي، أنا لا أقعد قاعدة فقهية، لكن أقول ما في إنسان يرضى أن يزوج موليته رجلا جبانا هي على كف عفريت على مستوى رضا الأولى عنها، هذا ما يزيد في الأمة، ما يزيد الإنجاب ولا تحصين النساء. لذا هذا من حيل الشيطان هذه الأزمان. نعم لك أن تتزوج مسيار، لكن يا أخي الحبيب أعلن، وإذا أسقطت حقها في النفقة والمبيت فالأمر ذلك سائغ شرعا، ولا حرج في ذلك. أيها الأحباب، والذين هم لفروجهم حافظون. ولأجل حفظ الفرج منع الشارع وعمل مجموعة احتياطات أمنية شرعية حتى لا يفقد الإنسان أمانته على فرجه، فحرم ما أخطر شيء يعصف بإيمان الرجل، أن يخلو بامرأة أو أن يصافح امرأة
أو يسافر مع امرأة، أو كثير الأبواب، أو أن يطلق الرجل عينه في عين امرأة. ولذلك أتى الإسلام بسياج إيماني حول الأخلاق وحول الفروج ألا تحل وألا يقع وتزل قدم بعد ثبوتها. وإليك بعض الوسائل الشرعية التي جعلها الشارع حفاظا للفرج. لماذا أحبابي؟ لأنك إذا ما عالجنا السعار والشهوة التي تتأجج، إذا ما عولجت في أول مرحلة من مراحلها فلن نستطيع علاجها في آخر مرحلة. الآخر مرحلة يطيش العقول فيها، ثم عياذا بالله يصل إلى درجة الفسق، لأن الزاني فاسق، والزنا عقوبته حدية ليست تعزيرية. ومعنى حدية يعني أنها حق لله لا يجوز إسقاطها عن الزاني إذا بلغت ولي أمر المسلمين. ولو زنى أحد الناس ثم بلغت الشرطة وقبض عليه كان من يشفع له ملعونا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه انتهك حدا من حدود الله إن كان. ولذلك كنا في سورة النور، أسوار النور التي تسور حياة المؤمن، فإذا سورها أضاء الله له النور في قلبه وفي بيته. أول آية سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها فرضنا الأحكام التي بها. أول حكم الزانية والزاني. ولذلك قدم الزنا هنا كحد، مع أنها كل سور القرآن سورة، لكن من غيرة الله على محارمه. قال كثير من أهل العلم إن كثرة الكسوف والخسوف في الأمة، إذا كثر ما هي بحركات فلكية ولا شيء غطى على شيء فصار ظل شيء لشيء، إنما لكثرة الزنا إذا وقع على الأرض. إذا كثر الزنا في الأرض كثرت ظاهرة الكسوف. والدليل أن الحبيب عندما خطب في الكسوف قال يا أمة محمد ما أحد أغير على الله أن يزني عبده أو أمته. فما ذكر من ذنوب الأمة التي سببت الكسوف وخاف من أن ينتقم الجبار إلا زنا العبد بالأمة، أي الرجل بالمرأة. وهنا أحبابي كان الواجب أن نبني أسوارا من العفاف. ولذلك سورة النور أسوار، وذكر الله عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم، لأن من أطلق عينه انطلق وكاء فرجه. أعود فأقول ما هي الأمور التي جعلها الإسلام للحفاظ على الفرج؟ منها أولا إطلاق البصر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، ثم قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك تكرير النظر إلى المرأة أو الأمرد، فإن تكرير النظر بعض أهل العلم يعده تهمة تخرج الإنسان من كمال العدالة إلى صدع العدالة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا تكرار النظر تهمة، مأساة أيها الأحباب في من لربما يكرر النظر لأنه لا يراه أحد، أما إذا رأى أحد على طول خذ المسواك الله يعظم أجره وبدأ يتسوك ومسك في الطريق ويمكن ينزل شماغه. وهنا يكون مع قلة الحياء من الله ضعف في التوحيد وزين العين. الثاني حرم الاختلاط بين المرأة والرجل، ولذلك اختلاط الرجل بالمرأة حرام، ليس لأنه لا بد أن يقع الفاحشة، قد تختلط امرأة مع رجال سنة كاملة لا يقع الزنا. لكن أحبابي هناك شيء في حدود لله، يعني هل يجوز أن ينظر الإنسان إلى فخذ رجل عمره 99 سنة مات يغسله، أو أنه باد عورته؟ هل ممكن أن تميل الفطرة إلى مثل هذا؟ لا، ونقول حرام أن ترى. لما؟ لأنها حدود الله. في شيء بعضهم يعتقد أن العورة إذا بدت نخشى منها أن يقع المحظور زنا لواط، لا، قد لا يقع هذا ولا هذا، لكن اللي يقع مخالفة أمر الله. الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أحبابي الثاني خلطة الرجال بالنساء، وما اجتمع رجل وامرأة في مكان عمل واحد إلا المرأة لم تكن امرأة ولم يكن الرجل كامل الرجولة. لما؟
مهما بلغ لمخالفة أمر الله، ثم إنها وسيلة وطريقة للوصول إلى الحرام. ولذلك إذا سمعنا أحيانا أن عاملة تعمل في مكان وفي فترة الصلاة وجدوهم في الباركينج أو في موقع المواقف في البدروم أو القبو حق الأسواق، هذا لماذا؟ لأن الأصل أن النار إذا قربت أمام الوقود لابد من انفجار، وإلا إذا كنا لا نصدق حتى بالأدلة العقلية. وعندما حرم الله خلوة الرجل قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. تحريم معنى ذلك مهما بلغ صلاح الرجل ومهما بلغ تقى المرأة، إذا اجتمع في مكان واحد فالشيطان هو الثالث. أردنا أن نصدق أو لا نصدق، فإن هذه حقيقة من الخالق، ليست استنتاج، حقيقة من الخالق. إذا كان الغرب الذي لا يدين كثير منهم بدين الإسلام ولا يعرف للأخلاق طريق، خاصة الأخلاق المراد بها النطف والأعراض، ولا يؤمنون بشيء اسمه عرض، ولذلك تخرج مع صديقها وتأتي إليه تصبح أو تمسي أين ذهبت مع صديقه، ويبدأ ينتفخ بطنها فيكتشف أنها في الخامس، ولو بعد ذلك كان الغضبان على إيش؟ لو انتظرت سنة سنتين، لكن حرية شخصية. وإذا بلغت 18 خرجت مع الباب، ولو قال أي إلى أين ذاهبة دقت على 991 ها أو مدري الاتصال، اتصلت على الشرطة: هذا رجل اسمه يسمى بابا، ها يسمى تذكره، يعني يحاول أن يعترض علي أن أخرج مع صديقي الكبيرة، يجي الشرطة ويصفقونه يقولون لا تعودها ثاني مرة، وتخرج مرات ومرات. مجتمع مثل هذا هل يقارن مجتمع الإسلام به؟ إن من يدعو إلى خلط الرجل بالمرأة والخلوة الأجنبية مع الرجل يدعو إلى أن نكون مجتمعا مسخا كتلك المجتمعات الممسوخة. ولذلك حرم الإسلام عندما قال: ولا تقربوا. إذن النظر، الثاني الخلوة، الاختلاط، الرابع المصافحة. الحبيب كانت النساء تبايعه، هل هناك أطهر وأنقى وأتقى من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا وربي. ومع ذلك إذا بسطت المرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء. حرم مصافحة الرجل للمرأة حتى تبقى الحياء في المجتمع. وبعضنا قال: والله مرت عمي ها، وبعضهم لا تحبها الله يجزاه خير بعد، وهو رجال اغصبني وتغيصب، ما هو يعني كله دين ما شاء الله، لكن يقول هي اللي ماذا أستحيي. استحي من الحق واستحي من الخالق. وبعضهم أيها الأحباب نعم يقول هذه مثل أمي، لا ما في شيء في ديننا مثل أمي مثل خالتي، هي تكون أمك الله يجزاك خير أو لا تكون محرما لك، لا يحل لك أن تخلو بها ولا أن تصافحها. نعم أن تسلم عليها عجوز كبيرة من وراء الباب: الله يمسيكم بالخير يا أم فلان، وكيف حالكم طيبين، لا حرج، لكن أن تخلو بها. ومنها ما منع الإسلام حتى يبقي الفروج محفوظة: ألا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم مهما بلغت ولو كانت ذاهبة إلى الحج، وما ذلك إلا لحمايتها. ويتساهل البعض أحبابي في السفر ويقول الطيارة وأمرها سهل، عند الضرورة الأمر يفتي بعض علمائنا أن الضرورة خاصة في السفر الجوي، الضرورة لربما تبيح عند الضرورة، لكن يا أحبابي ما تلاحظون تجعل امرتك تجلس بجوار رجل لأن المقعد بجوار المقعد، وتقعد تشحذ هي مسكينة المضيفين ما بيقعد قدام رجال، وانقلوني وحطوني، وبعد ما توقف كلن يدق في شنطتها وفي ورعها اللي واقف في السيب، في النهاية يجي ما عندنا إلا هذا، اجلسي فتجلس ذليلة خانعة ولا تعلمك إذا وصلت. ثم بعضهم إذا طارت وجاء هواء ارجعوا للرياض، الرجال راح لبيته والطيارة رجعت ما درت عنه، وصلت إلى مكان أو تغير المطار إلى غير ذلك. هي حماية ليس شكا في المرأة، هن الطهر والعفاف، خواتنا، أمهاتنا، زوجاتنا، بناتنا، لكن الإسلام جعل من القوامة أن تحميها، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. أيها الأحباب، ومن الوقفات مع هذه الآية ولن أطيل عليكم،
قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هل هناك طرق لإخراج الشهوة غير الزواج؟ الشيطان نعم عنده مقترحات كثيرة، الشيطان عنده في إخراج الشهوة مقترحات، ومن مقترحات هذا الشيطان الرجيم هو أن ينكح الرجل يده، وهو المراد به الاستمتاع الاستمناء. ونكاح الرجل يده يجمع مع حرمته عند جماهير أهل العلم، يجمع معه قلة حيائه من ربه، قلة حيائه. الاستمناء استفراغ الشهوة بيده حتى يبرد ظنا منه ألا يراه أحد، ولذلك يسمونها العادة السرية. أقبح اسم تسمى به نكاح اليد أن يسمى سرية. سرية على من؟ على البشر؟ نعم. ولذلك أنا أقول لمن ابتلي بنكاح يده: لو أن رجلا يصورك وأنت في خلوتك فلما فرغت هددك بنشر المقطع بين الناس، ألا تكون فضيحة؟ ألا تكون فضيحة؟ وتشتري منه المقطع هذا بكل أموالك. طيب هذا مخلوق صورك بره وأنت ما تدري. أين الخالق الذي جعل ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، والذين يسجلون عليك وما تخشى أن تنطق اليد يوم القيامة وترتفع أمام الخلق بعد ختم الله على الفم فتقول: أنا له نكحت. إن نكاح اليد اعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اعتداء على الفرج، لأن الإنسان إذا بلغ به حال أن نكح يده معناه أنه إما أن له ذكريات مع الفسوق أحيانا، أو أنه هيج نفسه بما هيج نفسه برؤية محرم ما استطاع الصبر عنه، أو هو يعيش في خياله الذكريات. معظم نكاح اليد الاعتداء الآثم على الفرج، واعتداء الإنسان على نفسه معظمه يحدث لاحتفاظ الإنسان بصور قديمة دائما ينزلها الشيطان في عقله، دائما يجعله يتصورها، دائما يجعله يتذكرها. إذا خلى أو اختفى أو آوى إلى مبيت أتى الشيطان يفتح له الصفحات. يقول البعض: بعض أهل العلم كرهها، بعض أهل العلم حرمها، جماهير أهل العلم على حرمتها على حرمتها. وإن ذكر بعضهم قالوا: إن خشي الزنا، إن خشي الزنا يعني بلغ إلى درجة الخوف من كبيرة الزنا فعملها فعسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه. ولذلك أيها الأحباب، من الاعتداء على الفرج، ويخشى. ولذلك هذه العادة تذهب وضاءة الوجه، تنهك البدن، تسلب نور العين، تجعل الإنسان محتقرا لنفسه، يعيش محتقر في إذا تأججت به الشهوة فعلها، فإذا انتهى احتقر نفسه. احتقار النفس وازدراؤها عقوبة معجلة تجعل الإنسان في داخل نفسه لا يرى أنه كامل الإرادة ولا كامل الإيمان، وأنه أسير للشيطان. ولذلك الله ماذا أمر الإنسان إذا زادت شهوته؟ بالعفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. إذن الأزواج هم الطريقة الوحيدة للوصول إلى الشهوة الحلال، بل الوصول إلى الحلال من المرأة عبادة تبلغك رضا ربك، قال الحبيب: وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك جعل الله للمؤمن مخرج واحد، ما في مخرج ثاني. ولذلك أحبابنا بعضهم يقول: أنا بأخر الزواج. طيب يا شيخ أنت ألا تميل للأنثى؟ قال: بلى والله أني أصارع عيني وجسمي وقلبي. قال عمر لشاب سأله، عمر تراه الفاروق، عمر يقول لرجل: أما تزوجت؟ قال: ليس لي حاجة في النكاح. قال: أنت إما عاجز أو فاجر، حول ولا قوة إلا بالله، واحدة من الثنتين، يا أنك عاجز في الباءة لا تستطيع النساء مرضا، أو لا تستطيع النساء مالا، أو أنك لك مخرج ما نبقى 13 ولا 15 مخرج الشيطان رايح معه، ووجدت مصرفا من المصارف.
ولذلك أيها الأحباب، مصرف العادة السرية نكاح اليد على الصحيح مصرف فيه قلة حياء من الله، والصحيح حرمته لأنه اعتداء، وما فتح الله للرجل ولا للمرأة لإخراج الشهوة إلا طريق النكاح أو ملك اليمين. الثاني أن يتخذ من المصارف الشيطان الثانية أن يتخذ الإنسان خدينة الحب، وبعض الشباب له علاقات نسائية، وقال لي شاب يا شيخ أنا أحبها على وضح النقع. قلت لو حب واحد أختك على وضح النقع ولقيتها وياه في كفي وقالت لك والله ما مسني ولا ممست بس كلها يشرب موكا واشرب كابتشينو، أتقبل لأختك هذا المكان؟ فاحمرت عينه وانتفضت رجولته. اتقف، كل الناس لهم أعراض ولهم رجولة ولهم أعراض يحمونها. إن الوصول إلى بعض المغامرات الآثمة من نساء لربما مالت فأمالت وزلت فأزلت وظلت فأظلت لا تبيح. بعضهم يقول هي يا شيخ بلتني، هل اللي بلتني يا شيخ؟ كل ما دقت علي أرسلت صورها، ونحن في زمن البلاء ترسل صور وترسل لك بعض العورات وتكشف لك ما ستر من بدنها حتى يطيش عقله ويخرج يكون تبعا لشهوته قد كسر وكاء فرجه، وهنا يعيش معذب. لما إن تزوجها بيقول أنا المغفر رقم كم، خافت راكبت مع 10 قبلي، إن تزوجها مرتاح، وإن تركها يمكن بينه وبينها مواقف وصور في عناء. ثم يعذب الله صاحب الغارات المحرمة على عورات المسلمين، قد يعاقب بغارة من عدو آخر ليقتص منه عاجلا فيأخذ عرضه، قد يكون إن لم يصدق في توبته، أما إن تاب فعسى الله أن يتوب عليه. بعضهم عاش معذب يشك في أهله، ليه؟ لأن له مغامرات كثيرة، طلع بنات واجد وسولف معهن وسافر، فلما تزوج بنت طاهرة أتاه الشيطان قال شفها تضحك، الضحكة هذه ليه؟ تكلمين من؟ قالت أمي. قال أمي علينا، ترى الأمور هذه ما تمشي علي أنا بالذات، ما تمشي علي. ليه أنت تعلم السر وأخفى؟ أنت بشر مسكين. لماذا؟ لأن مغامرات محرمة آثمة غير بريئة. فأخذ جوالها وكلم إذا فعلا أمها، قالت أنا لا أتشرف أن أبقى في عصمة رجل يشك في عرضي، فطلق. وهكذا يعذب إذا انفتح الشيطان العادة السرية. الثاني الصداقات التي يقنع الشيطان بعض الشباب، معرفة يا أخي، معرفة يا أخي، ما كلها سوالف. وبعضهم يقول لا أركب أدور بها لفتين أحطها عند البيت، ما يمكن. كل المغفلين أولئك ابتدأوا بالخطوة الأولى، آخرها كشفت الفروج ونزعت الأمانة ووقعت الجريرة والجريمة والموبقة. فاحذر من خطوات الشيطان، واحذر أن تكون لك صداقات نسائية. الرجل والله ما يبقى رجل إلا يغار، إلا إذا غار على أعراض المسلمين كغيرته على عرضه، لا أن يمشي في السويداء الليل يختفي بالظلام وفي الجوال، وبعضهم جواله SNNBW وين رايح أنت؟ وهو تلقاه ما يحفظ جدول الضرب ولا حروف الإنجليزي، وحاطن أرقامه سر وكلها رموز وصور، ولو تأخذ جوال بعضهم طاح وجهه من الخوف لأن عنده في الاستديو صور مرسلتها فلانة وفلانة. اتق الله في نفسك. ومن هنا كثر وهناك وحدة لمكافحة التحرش والابتزاز في هيئاتنا الغالية. ليه ابتزاز؟ الابتزاز خطوات. الصفة الثالثة من الصفات التي يبتز الشيطان بها الناس لينكشف الفرج ويضيع حفظه هو التعلق بالمرض. التعلق بالمرض داء ووباء ومرض خطير سرطاني، الله عذب أمة ذكرها في القرآن. أتعلمون أن بعض السلف يقول لولا أن الله ذكر جريمة اللوطية في القرآن ما ظننت أن ذكرا يقرب ذكرا. انظر إلى سلامة الفطرة عند بعض السلف، يقول لولا أن الله أخبرنا في القرآن عن قوم لوط أنهم يأتون الذكران من العالمين ما ظننت أن رجلا عاقلا بدون دين، عاقل إنسان أن يقرب إلى إنسان آخر، لأنه يتجاوز مرحلة الحيوانية. ونحن في زمن أيها الأحباب، لا أريد أن يعني أقلق قلوبكم ولا أن أحزنها،
لكننا في زمن باتت ظاهرة فعل اللوطية أجلكم الله، واكتفاء الرجل بالرجل والمرد بالمرد والمواقع الإباحية واكتفاء بعض النساء بالنساء السحاقيات، ولن أطيل، هذا من هتك ستر الله ومن كشف الفروج، وهذه موجودة. ونحن بلينا أيضا بشباب باتت لهم بعضهم اللقاءات واستراحات واجتماعات، يجتمعون أجلكم الله وملائكته وبيته، يجتمعون على أن ينكح ذكر من ذكر، وليس المنكوح ولا الناكح من الإنسان ولا من الذكور، لكن هذا الداء موجود. واعلم أن بعض الناس يسودش يجمل الشيطان، يقول انظر ما جمال صورته. كان الإمام أحمد يقول: من رأيتموه يكرر النظر إلى الأمرد فاتهموه، يعني هذا مهم مضبوط، دينه مو بكامل. ولذلك نقول: لكل من رأى في نفسه مرضا وفي قلبه ميلا، وأن تدرى أنت أعلم بنفسك وأعلم بقلبك وأعلم بخيانة عينك، فابتعد عن الموقع الذي يسبب. نقول للطلاب: إذا طالب في الفصل انتقل من الفصل. إذا أنت تحبه كما يجيب بعضهم يقول أحب فلان وأعجب به، فاترك الصداقة وألغها وغير جوالك، بل انتقل أحيانا من حي إلى حي، من مسجد إلى مسجد، حتى يبقى قلبك به الإيمان، وإلا فلن ينبت لك إيمان والعين خائنة، خاصة أن ميلها للذكور انقلاب للفطرة. ولذلك اتفق العلماء على قتل اللوطي فاعل ومفعول به، إلا إن كان المفعول به مكرها، وإلا فكلاهما يقتل، إنما الخلاف بينهم لا في قتله، في طريقة قتله. منهم من قال يحرق، منهم من قال يقتل بالسيف، منهم من قال يرمى من أعلى بناء ثم يلحق بالحجر، كما فعل الله بقوم لوط عندما كفأهم ثم دمرهم بسجيل. أحبابي، إذن هذا السبب الثاني، منها يلحق الإعجاب بين الفتيات. ويوجد في الفتيات أمرين: الأمر الأول بويات. وش البويات؟ أنا أول ظنيتها بويات، يعني قرنيت ولا رشة ولا بوية داخلية تعتيق. إذا البويات جمع مفرده بوي، وبوي بالإنجليزي ولد، بويات يعني أنهن ممسوخات الفطرة، منتكسات على الفطرة، لا تريد أن تكون أنثى، تريد أن تكون ذكرا. ولذلك هي تحب الإناث حب الرجل للإناث، فيكون لها مجموعة من البنات صاحباتها لا يستطيع أحد أن يقرب إليهن، وتغار عليهن، وتعطي بقوس، تقول رجال، وتأكل فيتامينات ليربو إليها، بل بعضهن تأكل هرمونات مذكرة، وتلقاها ودها يطلع لها شنب، وتسمي نفسها أبو جلنبو وسكروب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض الفتيات تكون معها ومن قاد معها، وتقضي شهوتها معها كقضاء الرجل، انتكاس يسموه بويا أو السحاقيات أجلك الله، فتميل كما مال الرجل إلى رجل. مغطر أن أقول هذا الكلام، لأني في آية تتكلم عن كشف الفروج وعن حفظ الفروج. السحاقية هي كاللوطي، يكتفي اللوطي بالذكر والمرأة تكتفي بالمرأة، أو امرأة تنتكس فتريد أن تكون رجلا، أو رجل يحط روج وكحل يريد أن يكون أنثى. إن هذا الانفلات أحبابي لا نضحك عليهم، لكن والله نخاف على أمتنا أي يوم الأيام أن يقولون: نحن هنا نريد أن يكون لنا أندية ويكون لنا أصوات. يا أخوان، الرئيس الأمريكي أحد أسباب الأصوات اللي بيروح الحين، اللي زعل علينا عقب ما شبع، أقول هذا الرجل أحد أسباب من دفعه للنجاح المثليين. وبعض دول الغرب لو تتكلم في المثليين ما تدخلها، لأن المثليين طبقة عامة عارمة. المثليين يعني رجل متزوج رجل، أكرمكم الله، هل بقي للإنسانية والآدمية معنى بعد أن يكتفي هذا بذاك؟ فلنحارب ذلك، لأنه وصل إلى بعض بناتنا وأبنائنا عبر النت، وصارت هناك مواقع في النت ويقدر يدخلها بدون حجب، قادر يدخل ببروكسي يكسر مدري وش يسوي، ويدخل وينظر ويرى. فيا أيها الآباء والمربون، ارحموهم، فأعيدوا إليهم الفطرة، ونبهوهم من الخلطة المحرمة ومن انطلاق
العين، نسأل الله السلامة والعافية. آخر وقفة ولا أطيل عليكم أيها الأحباب، إن النت وبعض الآباء وأنا منكم ما ندري وش فيها كلها، ما ندري وش اللي يكون في النت. المواقع التي الآن يرسل إلى بعض أبنائنا، أتدري ما هي؟ إذا قيل موقع إباحي وش معنى؟ ترى بعضنا أحبابي موقع إباحي يقول الرجال إن قاعد نجمره، نسأل الله العافية، الله يحسن عزاك، ما هو بجالس جنبها، عرات كما أنجبتهم أمهاتهم، ويفعلون فعل الوحوش والحمير والحمر، يتهارشون كالحمر. وهذا المنظر صاحب الفطرة السليمة مثلك ما يرضاه. لكن أحبابي لو جعلنا الحبل على الغارب لأبنائنا وش بيصير بعدين؟ أنا طالبكم فلتروا النت، وليس فيه نت كامل، ولا تحط واي وفاي، حط عندك الممكن أن تضع جهاز لجهازي جوال، لابتوب واحد في البيت، لابتوب واحد وحط جنبه طابعة، كلنا ندخل. وتعلم أيها الأب كيف تعرف المواقع اللي دخلوها، بل تستطيع بالإيميل أن ترسل إيميل وتسحب كل المواقع اللي دخلت في البيت تعرفها، ليس تلصصا لكن خوفا على مهج قلوبنا وعلى أكبادنا وعلى عيوننا. أختم فأقول أيها الأحباب، إن تربية الأبناء في هذه الأزمان باتت ضرب من الجهاد، متفقين ولا لا؟ والله إن صبرك على تربية هذا الجيل نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، صبر عجيب. وإذا لم تصبر أعلمك وش بيجيك، الله يبعد الشر عنك، جلطة تمشي 200 في عروقك، وسكر وتعب وقلق وحزن وضرب وبيت. لكن يا أحبابي هد الوضع، وأنا طالبك صاحب أبنائك، خاوهم، امسح على رأسه وقبل ما بين عينيه ولو عمره 30، قل يا قرة العين أمنيتي أن أجتمع بك بالجنة، الله يحرم يا ولدي عينك عن النار، طالبك وأنا أبوك، لا ترى بها ما يغضب من خلقها فإنه سميع بصير. ابدوا خاطبوا أبناءكم وجدانيا، حركوا معنى التوحيد. يا بني يوسف قيل هيت لك، والحين الجوال يقول لك هيت لك كل يوم. يوسف مرة واحدة فقال معاذ الله، هل تقول معاذ الله عند كل نداء للفطرة المنتكسة؟ نعم أيها الأحباب، ونربي أبناءنا على أنهم رجال. اسمحوا لي أقول كيف الرجل ربه رجل. أحبابي ترى بعضنا يربي عياله على أنه أنثى، بعض ما وقعت من قصص اللواطي والاختطاف، الشباب حط له قصة على عيونه وخلص كل قواطي النيفية اللي في بيتهم هو اللي يحطها مو بخواته، ودائما يحمر خديه، ودائما لابس بنطلون جينز ضيق، ودائما لابس بلوزة فيها 35 وردة و20 لون، ما تدري نوره ولا حمودي، مأساة. رب الولد على أنه رجل، ربه على أنه يخشوشن، والأنثى ربها على أنها أنثى. وبعضهم يرى في بنته بعض التغير، نعم بعضهم مريول مدرستها ثوبها ثوب رجال، حاطة المخبن هنا مثلي ومثلك، وتلقاها إذا رأى هذا الخشونة. وبعضهن محلقة تحليق ولد، ولا لا ولا لا، حبايبنا اللي يودونهم المشاغل وحاطت لها قزع هنا وحاطه بدون شعر من هناك، وكأنه وحاطت الروج رصاصي ومناكير أسود ومخالب تقول قط. يا أخوان نراقب هذا في التحول، التحول هذا يدمر البنت ويدمر الولد، حتى لا نودعهم يوما من الأيام فنبكي ولا تحين مندم. أعود فأختم، والذين هم، نعم هناك قضية نسيتها أختم بها مهمة، عندما قال الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يجب على الزوج أن يعف زوجته، ويجب على الزوجة أن تعف زوجها، بما أن ما في طريق إلا الحلال. فلذلك كانت الملائكة من غضبها على من امتنعت عن فراش زوجها أن تلعن إذا ما لها عذر. لماذا تلعنها الملائكة؟ لأن الزوج ما له طريق إلا الحلال، ولو قال لها باخذ ثانية داحس والغبراء. إذن هو لا يريد إلا أنت، فلماذا لا تفتحين باب الحلال له؟ ثم إن على الرجل من آيات هدايات الآية حافظون إلا على أزواجهم أن يمتع امرأته بالحلال حتى لا تتشوف لغيره. وبعضهم لا يعتني بلبسه ولا نظافته ولا عطر فمه، الفطم له عطر وهو السواك، ولا عطر بدنه، ثم يحط زوجته أمام المصارعين اكس اكس لار وهو اكس اكس سمول،
ويترى هؤلاء الذين بدأ أبدانهم يتصارعون بين يديه، وكما قيل ينظر إليها ويقول يشين العجلة، وهي تقول يشين العجلة. فتنة المرأة أن ترى رجلا غيرك، أو أن يتجمل لها غيرك، أو مغني فاتح صدره ومطلع عن الشعر ويغمز باليمين شوي واليسار، ويا عيني ويا قلبي، وين الرجولة؟ أين الغيرة؟ ولذلك نقول إن من حفظ فرج المرأة ألا ترى غيرك جميلا ولا تفتنها بغيرك إلا النظر العادي، النظر العادي. أما اللي يتمالح لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ممثلين ومغنين وغيرها. وكذلك أيضا ومن حفظ فرجها لك، فرجك لها أن تحفظه، أن تمتعك غاية التمتع حتى تقطع سورة الشهوة فلا ترى إلا الحلال. وهذا هو الطريق الحلال. حرام على الرجل يهجر المرأة من النكاح، من المضاجعة الشرعية، بل إذا بلغ 4 أشهر إما أن يأتيها أو يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. لذا أحبابي هذه من هدايات الآيات. الوقت ذهب، وتمنيت والله أن يطول، ولكن اسمحوا لي إن ندت كلمة. فأنا أرى هداية الآيات هذه أتكلم محاولا أن أنزلها في الواقع، لأن أحبابي القرآن نور إذا لم يضع دروب حياتنا فقراءته هكذا جاف. أنا أستطيع أن أعطيك صورا إعرابية وأسباب نزول وأعلق عليها كثيرا وأتكلم في الصيغ البلاغية فيها ونخرج لا حرج مستفيدين، لكن أعتقد أنا وأنت بحاجة ابتداء إلى أن نسكب أنوار القرآن في دروب حياتنا. إذن هذه الأمانة عندكم، فرج الله سيسألك عن حفظه. اللهم يا ربي احفظ عوراتنا واستر عوراتنا وعورات المسلمين، ولا تفجع مؤمنا في عرضه ولا في كشف عورته، واحفظنا بحفظك يا كريم، واستر أبناءنا وأبناء المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله عليه